باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 28 من شهر بعون المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أباي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 283 للشهداء تنيح القديس البابا ساودوسيوس البطريرك الثالث والثلاثون من بطاركة الكراز المرقسية. ولد في الإسكندرية وكان بتولا عالما حافظا لكتب الكنيسة. وبعد نياحة البابا تيموثاوس اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة والشعب الأرثوذكسي واختاروه بطريركا. وبعد قليل أصار عدو الخير بعض الأشرار فأخذوا رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية وقاموه بطريركا بمعاونة يوليانوس الذي كان البابا تيموثاوس قد حرمه لقبول إيمان مجمع خلقدونيا. وطرد والي الإسكندرية البابا ساودوسيوس فذهب إلى قرية ميليك وقام بها سنتين. وكان القديس ساويروس الأنطاكي يقيم في سخة فكان يعزيه ويشجعه. ولما طالب الشعب بإعادة البابا ساودوسيوس الراعي الشرعي وطرد فاكيوس الدخيل أرسلت الملكة الأرثوذكسية ساودورا تسأل عن صحة رسامة البابا. فعقدوا مجمعا في الإسكندرية وأجمعوا على صحة رسامته فعاد إلى كرسيه وفرح به الشعب جدا. وكان قد تم نفي البابا ساودوسيوس مرتين بعد ذلك، الأولى عندما ملك يوستينيان الأول الذي كتب إلى النوبة بالإسكندرية قائلا إن كان الأب ساودوسيوس موافقا لإيمان مجمع خلقدونيا نجعله بطريركا وواليا معا، وإذا لم يوافق فليخرج من المدينة. فرفض البابا وخرج من الإسكندرية ومضى إلى الصعيد. أما نفيه الثاني فكان في فترة حكم الملك يوستينيان الثاني الذي كان أشد تعصبا من سلفه، فاستدعى البابا ساودوسيوس من النفي وبدأ يتملقه لكي يوافق على مجمع خلقدونيا. فرفض البابا ساودوسيوس والأساقفة المرافقون له الطلب الملك، فغضب الملك وحبس الأساقفة ونفى البابا وقام بدله إنسانا اسمه أبو ليناريوس وأرسله إلى الإسكندرية بفرقة كبيرة من الجند لاستلام الكنائس. فصار الشعب فقتل منهم الجنود عددا كبيرا وأمر الملك بغلق الكنائس. ثم بنى الأرثوذكسيين كنيسة باسم القديس مرقس الرسول وأخرى على اسم القديسين قزمان وديميان. وكان البابا يكتب رسائل من منفاه إلى شعبه يثبتهم فيها على الإيمان المستقيم، وأقام في النفي مدة 28 سنة في الصعيد بالإضافة إلى 4 سنوات في الإسكندرية على الكرسي، فكانت مدة رئاسته 32 سنة كتب فيها الكثير من الرسائل والميامر لفائدة المؤمنين. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد الأنبا سرابامون أسقف نيقيوس، وذلك بعد أن قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة. أخذ شعب نيقيوس جسده الطاهر بكرامة عظيمة وبنوا عليه كنيسة باسمه، تم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.